الرد كان منيح بالنسبة لضربة السفارة القنصلية الإيرانية، بس إن شاء الله ما ترجع تتوسع، عشان عم يقولوا في رد إسرائيلي، إن شاء الله ما ترجع تتوسع أكثر من هيك. مثل ما هني وصفوه الجماعة، هني ما قالوا حيردوا يهدوا إسرائيل، هني قالوا نحن عم نعلم إنه نحن ما حنسكت، يعني عم نعلم على قد المشكلة، يعني ما بدهم يعملوا حرب لأنه ما حدا قادر يعمل حروب أساساً، ولكن هذا الرد أنا بعتبره مدروس، يعني مش زيادة عن اللزوم ولا أقل من اللزوم، لأنه أكثر من هيك لو ماتلوا 100 إسرائيلي كنا بقصة تانية نحن، هل نحن قادرين نفوت عليها؟ هل هن قادرين يفوتوا عليها؟ ما بظن، العالم بده هيك شيء يعني. بالمبدأ يبدو كان رد كتير ضعيف دون المستوى المطلوب لأسباب متعددة، يعني لأنه كل حدا بيتابع الأخبار بيعرف أنه اللقاءات مع الأوروبيين وما يتبع من كل اللقاءات عم بيقولوا بدهم يردوا، ويبدو محددين الأهداف اللي بدهم يردوا عليها، فما كان بهيدا الرد المتوقع. النقطة الإيجابية الحلوة إذا بقرأ بالاقتصاد وفقاً للوكالات الكيان الصهيوني أنه تكلفة الساعتين كانوا 1.3 مليار دولار كدفاع جوي، فمشان هيك يعني في نقط إيجابية وفي نقط سلبية. الرد كان منيح أكيد، بس بدنا نشوف تداعياتها هلأ شو حيصير بعدين، ونشوف شو هي، لأنه احنا عايشين صراحة ما بعرف بروباغندا، ما نعرف شو الموضوع يعني.